بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: الدواعش يقتلون الرافضي مالك بن نويرة لكشفه عن السر الحقيقي وراء منع الزكاة لأبي بكر. إخوتي الكرام، وكالعادة النواصب دائما يقللون ويعللون لمن هو في الواقع هل هو رافضي أم لا، وتعرفون وهناك إن شاء الله مواضيع أخرى سنبثها وبثها أخوة آخرون، بأن الكثير من النواصب هم عدول عند المخالفين، وقد حتى وقد روى عنهم البخاري. فغاب اسم مالك بن نويرة ولم يذكر إلا في الصدف، ولم يعرف الكثير عنه ما حقيقته ولماذا قتل هذا الرجل وما هو توجهه. أخوتي الكرام، وكذلك الكثير من الناس يسأل: من كان مع علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وهل عندكم غير المقداد بن الأسود وعمار وأبو ذر إلى آخره؟ أخوتي الكرام، هناك حقيقة طبقة كبيرة من الروافض في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، وكثير من الخط الرافضي الحقيقي الذي رفض بيعة أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يرون الخلافة في علي حصرا عليه السلام، كثير غيبهم التاريخ. ولذلك نحن بدورنا نريد أن أحياء هذه الشخصيات التي كادت أن تموت على صعيد التاريخ ولم تذكر إلا في المناسبات والصدف. واحدة من هذه الشخصيات أخوتي هو مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه. مالك كان رافضيا ورفض بيعة أبي بكر وعمر، وكان مواليا لعلي صلوات الله وسلامه عليه، وكان ولا يرى الخلافة في أبي بكر. ولأجل ذلك أخوتي الكرام، الدواعش قاموا بقتله وسبي امرأته في ليلة واحدة. واسم الداعشي الذي قام بقتله هو خالد بن الوليد لعنه الله. أخوتي الكرام، هذا الرجل المبغض لعلي صلوات الله وسلامه عليه، وسنبين في مورد آخر ما يعني الحقائق عن أخلاق خالد. أخوتي الكرام، لأجل ذلك أحببت أن أقف معكم لنبين، أخوتي الكرام، لنبين ماذا أخفى النواصب كعادة. أخوتي، لو تعرفون كم سعوا إلى حذف كثير من الحقائق في التاريخ. أخوتي الكرام، كأبي لؤلؤة أصبح مجوسيا، وهو الرجل لا علاقة له بالمجوس. بعد مالك بن نويرة جعلوه مرتدا حتى يبرروا قتلة خالد بن الوليد لعنه الله إليه. فالتاريخ مزيف ومحرف، ورتبوا ووضعوا الأحاديث والمواضيع لشأنهم، وما وصلنا هو غيث من فيض، يعني ما وصلنا هو ليس إلا إرادة إلهية كي يكشف عن ذلك المستور الذي أرادوا ستره. لذلك عللوا لخالد لعنه الله بأنه قتل مالك بن نويرة لأنه ارتد. أخوتي، سأروي لكم ما هي القصة ومن ثم أسندها بأحاديث. سأبدأ بأحاديث النواصب ومن ثم بالأحاديث الحقيقية التي يؤمن بها شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهي لا تختلف كثيرا. أخوتي، قصة مالك بن نويرة هو رافضي جليل، أخوتي، موالي لعلي عليه السلام، مؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وبعلي عليه السلام، وله قصة خاصة سنذكرها. أخوتي، خالد بن الوليد، الحجة أنهم في زمن أبي بكر مالك بن النوير رفض إعطاء الزكاة لأبي بكر، وسبب عدم إعطائه الزكاة لأبي بكر أنه كان لا يرى الخلافة في أبي بكر، وكان لا يراه خليفة شرعيا. لأجل ذلك انتقموا منه، ولأنه كان يوالي، وهذا أيضا طبعا هذه إن شاء الله هذا الموضوع أريدكم تركزوا فيه، الوعداء الواضح من أبي بكر وعمر وخالد ضد علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بحد ذاته ضربة نعل. تعرفون شنو ضربة نعل؟ يعني نعال أجلكم الله، وضربة للبرامج التي تبث العلاقة بين الآل والأصحاب.
العلاقة بين الآلي والأصحاب ضمن المشروع التاريخي، الحذف والقطع والتأريخ الذي بتروه وقتلوا التاريخ والأحاديث ليضفوا شرعية لتلكم الأفعال، مثلا مقتل مالك بن النويرة رضوان الله تعالى عليه ورحمة الله تعالى عليه، أضفيت شرعية لعمل خالد بن الوليد لعنهم الله حتى يبرروا مقتله. بعد قاتل عمر أيضا نفس القضية، أبي لؤلؤ المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي أيضا لقبوه مجوسي وسووه كافر، وهو رجل مسلم ويحضر الصلاة ومؤمن، وبينا ذلك في موارد أخرى. فالتاريخ مبتور أخوتي، وهذه بحد ذاتها تبين كما بينت لكم صفعة نعل للبرامج التي تبث في العلاقة بين الآلي والأصحاب. أخوتي الكرام، والعلاقة بين الآلي والأصحاب هي علاقة عداء، بغض لأهل البيت عليهم السلام، واغتصاب لحقهم. أريد منكم أن تركزوا، فسأبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. قلت لكم أن السبب في ذلك، سبب بصورة مختصرة جدا، أن مالك بن نويرة بعثه أبو بكر لأن يأخذ الزكاة من مالك بن نويرة وربعه ومجموعته وعشيرته، رفض إعطاء الزكاة لأبي بكر لأنه كان لا يراه خليفة شرعيا، فقتلوه تحت عنوان كونه شنو؟ مرتدا. الآن لنبين أولا، لنثبت الكبرى، وبعدها سنعطي الصورة الصحيحة لمقتله، وكيف كان رافضيا شريفا مطالبا لولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، ولنبين ونثبت الكبرى هل كان مسلما أم لا، وانظروا ما يعني، ومن ثم نتدرج. أخوتي الكرام، جاء في المصنف عبد الرزاق الصنعاني جزء العاشر صفحة 174-175 تحقيق وتخريج وتعليق عبد الرحمن العظمي، الحديث 18722 عن أبا قتادة قال: خرجنا في الردة حتى إذا انتهينا إلى أهل أبيات حتى طلعت الشمس للغروب، فأرشفنا إليهم الرماح فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد الله. يعني هذول المجموعة طلعوا إلى مجموعة أو العشيرة التي فيها مالك بن نويرة، اسمعوا. فهؤلاء قالوا لهذا، يعني مجموعة مالك بن نويرة عندما رأوا الناس مقبلون إليهم والجيوش مقبلة إليهم قالوا لهم: من أنتم؟ فمجموعة خالد بن الوليد قالوا إليهم: نحن عباد الله. ماذا أجابوهم؟ فأجابوهم وقالوا لهم: ونحن عباد الله، يعني إحنا أيضا من عباد الله تبارك وتعالى، يعني كلا الطرفين مسلمين. فأسرهم خالد بن الوليد، يعني بعد ما قالوا له أيضا نحن عباد الله، يعني إحنا أيضا مسلمين، صح؟ فالرواية تقول: فأسرهم خالد بن الوليد حتى إذا أصبح الصباح، حتى إذا أصبح أمر أن يضرب أعناقهم. قال أبو قتادة: فقلت: اتق الله يا خالد، لعنة الله عليك، اتق الله يا خالد، فإن هذا لا يحل لك. طبعا أنا قلت لعنة الله عليه. فإن هذا لا يحل لك. قال: اجلس، فإن هذا ليس منك في شيء. قال: فكان أبو قتادة يحلف لا يغزو مع خالد أبدا. قال: وكان الأعراب هم الذين شجعوه على قتلهم من أجل الغنائم، وكان ذلك في مالك بن نويرة. يعني القصة باختصار، هذه طبعا روايات النواصب، بعدنا احنا مبادين برواياتنا. الآن لما تتحدث مع أي ناصبي موال لكل من يعادي أهل البيت عليهم السلام، تسأله ما هي قصة خالد الملعون، خالد بن الوليد الفاسق، لماذا قتل الرافضي مالك بن نويرة، يقولون لكم أنهم ارتدوا. شوف شلون كلام قذر، حولوا الرافضي مالك بن النويرة إلى مرتد حتى يبرروا فعلتهم الداعشية في قتله رضوان الله تعالى عليه. يقول لك لأنه منع الزكاة لأبي بكر. وهاي الرواية عند المخالفين، عند النواصب،
عندما قالوا لهم نحن عباد الله، يعني جماعة مالك بن نويرة، عندما رأى هذا الجيش مقبل إليهم قالوا لهم من أنتم؟ قالوا نحن عباد الله، فأجابهم جماعة مالك بن نويرة ومجموعته، أجابوهم أيضا قالوا ونحن أيضا عباد الله. إذن كلا الأمرين مسلمين. فيقول وهنا الرواية تقول أبو قتادة حلف أن وتشاجر مع خالد على فعلته القذرة، وقال له إن قيل أنهم فعلوا ذلك من أجل الغنائم، وكان فيهم مالك بن نويرة. بعد إيش سوى مالك؟ إيش سوى خالد بن الوليد؟ في نفس الليلة قام بارتكاب الزنا مع زوجة خالد، مع زوجة مالك بن النويرة. يعني حقيقة بنفس الليلة، وهذه قمة القدارة، وهي صفة داعش 100%. أخوتي الكرام، هذا خالد بن الوليد لا تميزه عن الدواعش 100%، والله العظيم. قتل الرجل ظلما باسم الإسلام، والرجل كان مسلما ورافضيا، واختصب امرأته في نفس الليلة، واعترضوا عليه كثيرا. وهذا يؤكد قول علي عليه السلام بحقه: من يفعله أضيق حلقة إست منك. أخوتي، خالد أيضا كان مأبونا، وهذا سنبينه إن شاء الله في مواضيع أخرى أخوتي الكرام، لأن من يفعل هذا الفعل بالتأكيد يكون مأبونا. هذا لا أريد أن أخرج عن هذا الموضوع، سأبينه إن شاء الله في مواضيع أخرى. يقول: معرفة السنن والآثار البيهقي، الجزء الخامس صفحة 157، طبعة بيروت دار الكتب. يقول: زعم أنه سقط بموت النبي صلى الله عليه وآله بلا حجة بقول مالك بن نويرة، حين زعم، الزعم هو القول بلا دليل، أن فرض الزكاة رفع برفع النبي صلى الله عليه وآله، ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله. يعني أنه ماذا يقول؟ يقول أنهم عندما قتلوا مالك بن نويرة زعموا، وهو القول بلا دليل، أن مالك يقول ماكو زكاة بعد، لأن الزكاة ارتفعت بارتفاع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا كذب بواح وكلام في غاية السقوط، لذلك عبر عن بأنه زعم. هنا أخوتي الكرام شوفوا ماذا يقول الاستيعاب ابن عبد البر، الجزء الثالث صفحة 362 أو 1362، لأن أنا أشوف هذا الرقم لعله بالخطأ موجود. الطبعة الأولى طبعة دار الجيل بيروت. يقول مالك بن نويرة بن حمزة اليربوعي التميمي قال الطبري: بعث النبي صلى الله عليه وآله، أنا أقول مالك بن نويرة، على صدقتي بني يربوع، وكان قد أسلم هو وأخوه متمم بن نويرة الشاعر، فقتل خالد بن الوليد مالكا، يعني الرافضي مالك بن نويرة، يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة. يعني خالد على أساس يعتقد أن مالك ارتد عندما بعثه أبو بكر لقتال أهل الردة، هو كذب، أبو بكر اتفق مع مالك لقتل، اتفق مع خالد لقتل مالك بن نويرة، سنبينه هذا. يقول لذلك يشوف حتى المخالفين، الكثير من أهل الأنصار في التاريخ، يعني الكل اعتبروا أن خالد لعنه الله كان مخطئا، وكما بينت لكم الرواية التي في المصنف أنه حلف أبو قتادة أن لا يغزو مع خالد، وتشاجر معه وقال له اتق الله يا خالد. يقول وكان هذا الفعل من أجل الغنائم أيضا، يعني قاموا بذلك الفعل أخوتي الكرام. وكذلك يقول الاستيعاب ابن عبد البر، الجزء الثاني صفحة 429، طبعة بيروت طبعة دارجيل. يقول وقد اختلف في حال مالك بن نويرة، فقيل أنه قتله مسلما لظنه به وكلام سمعه منه، وأنكر عليه أبو قتادة، هذا الرواية اللي أنا ذكرتها عندما قال له اتق الله يا خالد، أبو قتادة قتله وخالفه في ذلك، وأقسم أن لا يقاتل تحت رايته أبدا، وقيل بل قتله كافرا. يعني هناك خلاف، هل مالك بن نويرة كان كفر
أم كان على الدين؟ هو الحقيقة مو هذا أخوتي الكرام، أنا الآن جاي أنقل لكم كلام النواصب. الحقيقة والواقع والتاريخ أن مالك بن نويرة رافضي، هاي القضية. هسه مال الزكاة، مرتد ما مرتد، هذا كله كذب، كله اختلاق لتبرير ذلك الموقف. أخوتي الكرام، مالك بن نويرة قتل لأنه رافضي، هذا كل القضية، وسأبينه هذا إن شاء الله عز وجل. يقول هنا، يقول: وقيل بل قتله كافرا، وخبره في ذلك يطول ذكره، وقد ذكره كل من ألف في الردة ثم افتتح دمشق. طيب، بعد أيضا الاستيعاب ابن عبد البر، الجزء الثالث صفحة 362، طبعة الأولى، طبعة دار الجيل. يقول مالك بن نويرة بن حمزة اليربوعي التميمي قال الطبري: بعث النبي صلى الله عليه وآله مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع، وكان قد أسلم هو وأخوه متمم بن نوير الشاعر، فقتل خالد بن الوليد مالكا، يعني مالك بن نويرة الرافضي، يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة، يعني عندما أبو بكر بعث خالد بن الوليد لعنه الله لقتال أهل الردة، خالد بن الوليد اعتقد أن مالك بن نويرة كان مرتدا، وهو كذب، لأنهم هم أول ما أتوا وتواجهوا وجها لوجه قالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن عباد الله. وهم قالوا: وأيضا نحن عباد الله. يعني كلا الأمرين مسلمين وثابتين على الإسلام. أخوتي الكرام، لذلك انظر ماذا يقول، لذلك الكثير من الباحثين يقولون: واختلف، عندما واختلف في قضية مالك بن نوير، اسمعوا ماذا يقول. والحقيقة والخلاصة تلقيها في الرواية الشيعية التي نفس هذه الرواية، بحيث ما تستطيع أن تطعن بتلكم الرواية الشيعية. لماذا؟ لأن الرواية الشيعية لا تختلف عن هذه، إلا أنه دائما الرواية الشيعية تبين حقائق أكثر، لذلك سميت بأنها رواية شيعية. أخوتي الكرام، يقول: يظن أنه ارتد حين وجهه أبو بكر لقتال أهل الردة، واختلف فيه هل قتله مسلما أو مرتدا. أسمعوا، يقول: وأراه والله أعلم قتله خطأ، وأما متمم، يعني أخو مالك بن نويرة، فلا شك في إسلامه. يعني هذا شنو؟ أن الاستيعاب ابن عبد البر ينقل هذه الرواية ويقول: وأراه أنه قتل خطأ. شنو يعني قتل خطأ؟ قتل خطأ أي أنه قتل مسلما. إذن هذا ماذا يعضد في التحقيق؟ يعني أنا أقول لكم حققوا في المسألة، يبين أن تلكم الرواية التي قالت أنهم قتلوهم طمعا بالغنائم، هذا يكون له دور كبير لأنه قتل. الأمر الثاني، عندما أخذوا زوجته أيضا كان زنا وفاحشة ومن الغنائم. الأمر الثالث ستبينه الرواية الشيعية، أنه قتل لأنه كان رافضيا رحمة الله تعالى عليه. بعد أخوتي الكرام، هذا الآن أيضا يعترف أنه كان مسلما. والأمر الرابع الذي يؤكد ذلك، أبو بكر ليش الروايات تقول أنه، وسأبينها في موضوع آخر طبعا، أنا لا أريد أن أطيل، ليش دفع الدية لربع مالك، دفع الدية واعتذروا عن قتل مالك لأنه اعتبر واعترض عمر بن الخطاب على أبي بكر في قضية قتل مالك بن نويرة لأنه كان يقول بالشهادتين. الروايات الناصبية، شوف هسه أنا أبينها أخوتي الكرام، يقول في شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد الجزء الأول صفحة 179، طبعة 1959، طبعة دار أحياء الكتب العربية. أنا لا أريد أن أسهب في ذلك حتى أنتقل إلى الرواية الشيعية وأختم معكم أخوتي الكرام. يقول: لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته، كان في عسكره أبو قتادة الأنصاري، فركب فرسه والتحق بأبي بكر وحلف أن لا يسير في جيش تحت لواء خالد أبدا، فقص على أبي بكر القصة، فقال أبو بكر: لقد فتنت الغنائم العرب. يعني خالد بن الوليد الكلب ابن الكلب قتل مالك بن نويرة مو لأجل الغنائم، ولأنه رافضي. وهنا أبو بكر يقول: الغنائم فتنت العرب، قاموا يقتلون المسلمين من أجل الغنائم، وهذه هي الصفة الداعشية 100%.
بعد يقول وترك خالد ما أمرته، فقال عمر إن عليك أن تقيده بمالك، يعني أنت لازم أنت ما تخليه يقتل مالك. فسكت أبو بكر، وقدم خالد فدخل المسجد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد، وفي عمامته 3 أسهم، فلما رآه عمر قال أرياء يا عدو الله، أنت طاب بتراوينا ترينا نفسك بأن السهم في جسمك وسهم في عمامتك، شنو رياء؟ يعني على أساس أنت مقاتل جيد مثلا، أرياء يا عدو الله، وصفه بذلك. عدوت على رجل من المسلمين فقتلته ونكحت امرأته، أما والله إن أمكنني الله منك لأرجمنك. ثم تناول الأسهم من عمامته فكسرها، وخالد ساكت لا يرد عليه، ظنا أن ذلك عن أمر أبي بكر ورأيه. فلما دخل إلى أبي بكر وحدثه صدقه فيما حكاه وقبل عذره. احفظوا هذا، تدرون ليش؟ احفظوا هذا لأن يؤيد صدق الرواية الشيعية التي سأذكرها لكم. هذا يؤيد الرواية الشيعية التي سأذكرها لكم، اسمعوا. فكان عمر يحرض أبا بكر على خالد ويشير عليه أن يقتص منه بدم مالك بن نوير الرافضي، قتل مظلوما. فقال أبو بكر يا عمر، ما هو بأول من أخطأ؟ ما هو شنو؟ بأول من أخطأ، يعني الناس كلها تغلط. هذا احفظوا هذا أرجوكم، فارفع لسانك عنه. ثم ودي مالكا من بيت مال المسلمين، يعني دفع دية مالك من بيت مال المسلمين. انظروا ماذا يقول صاحب المواقف الإيجي الجزء الثالث صفحة 611-612. هذا الإيجي إخوتي الكرام، هذا ناصبي، هذا الإيجي هذا ناصبي مبغض لعلي عليه السلام واضح إخوتي الكرام، وهذا يعني نصبه أعمى الله عينه وقلبه في النصب، وأنا متقصد ذكرته لأنه يعني حقيقة أوسع حلقة أست من خالد الكلب ابن الكلب، يعني هذا أوسع حلقة أست من خالد بن الوليد. انظروا ماذا يقول، حرقة القلب التي تجعل حتى الملائكة من السماء تنزل. انظروا ماذا يقول هذا، هذا في المواقف عندما يذكر قضية الحادثة، طبعا يذكر أنه قال الشيعة يذكرون ويرد على الشيعة. انظر ماذا يقول، يقول لما بلغه وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطب خالدا بأنه مات صاحبك، فعلي هو طبعا هنا في معرض الرد على الشيعة، ماذا يقول؟ يقول فعلم خالد قصده أنه يعني دي يبرر لخالد أن مالك بن نويرة مات كافرا، كيف كان مرتدا. اسمعوا أنا وين أريد أن أوصل، وأما تزوجه امرأته، شوف القذارة الناصبية. الآن خالد بن مالك بن نويرة قتل وزوجته يجب أن تعتد عدة المتوفي زوجها، في نفس الليلة ما يقول خالد زنى بها، لا يقول وأما تزوجه من امرأة خالد مالك بن نويرة. هذه يعني حتى لو نأتي بفيلم هندي، هذا الفيلم الهندي هم أنا ما يخش بالعقل، هم المخرج يقول مهلا لازم شوية ننطيها فد إطار يقنع المشاهد بالفيلم. يقول ما يصفه زنا، يصفه زواج، وهي زوجها قتل بنفس الليلة وزنى بها بنفس الليلة لعنه الله. انظر ماذا يقول، يقول وأما تزوجه امرأته، يعني أما تزوج خالد، هو طبعا هنا في معرض الدفاع، وأما تزوج خالد امرأة مالك بن نويرة، شوف فلعلها يعني دي ظن هيج من عنده، كانت مطلقة قد انقضت عدتها إلا أنها كانت محبوسة عنده. يعني الآن إذا تروح إلى دار وتجد امرأة تقول له أيتها المرأة ماذا تفعلين هنا، تقول أنا مطلقة وخلصت عدتي وأنا خالية الحبال لكني محبوسة في دار زوجي. بالله عليكم لا سيما مع رجل رافضي مؤمن مثل مالك بن نوير، هل يقبل هذا عاقل؟ تسمعون كيف يبررون
مقتل الرافضي مالك بن نويرة حتى لا يطعنون بخالد لعنه الله. أخوتي الكرام، والله هذا أوسع حلقة استن من خالد. زين، وأنا سأبين هذا في موضع آخر. أخوتي الكرام، اسمعوا ماذا تقول الرواية الشيعية حتى أختم. الرواية الشيعية جاء في الفضائل شاذان بن جبرائيل القمي صفحة 75-76 طبعة 1962 طبعة الحيدرية النجف الأشرف، خبر مالك بن نويرة يقول: قال البراء بن عازب، أرجوكم ركزوا، هذه خاتمة القضية وتبين لك ما بين الأسطر ما ذكرته لكم. قال البراء بن عازب: بين رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في أصحابه إذ أتاه وفد من بني تميم مالك بن نويرة بالرواية، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، علمني الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإني رسول الله صلى الله عليه وآله، وتصلي الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتوالي وصي هذا من بعدي. وأشار إلى علي عليه السلام بيده. منذ اليوم الأول دخل طريق الرفض، وكان رافضيا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك ترون النواصب يحاولون يعلنوا له: ألا أنتم احكموا، حتى الناصب يخلي يحكم. أكو واحد يصف امرأة شخص مقتول بنفس الليلة أنها متزوجة، يقول: وأما تزوجه من امرأة مالك بن نويرة وهو زنى بها في تلك الليلة وهي عليها عدة المتوفي زوجها. يقول: أنا يعني لعله، هسه لعله هاي العلية منين جبتها؟ لا، هيك فقط العلية هاي أتت عن طريق البغض، فإنهم يجب أن يدافعون عن قتلة الرافضي مالك بن نويرة، وإلا لا يسمون نواصب في أنظارهم. يقول: تزوج مطلقة وكانت محبوسة، من يقبل بهذه المهزلة؟ أخوتي الكرام، هنا الرواية الشيعية تبين ما بين الأسطر. وتوالي وصي هذا من بعدي، وأشار إلى علي عليه السلام بيده: ولا نسفك دما ولا نسرق، ولا تسفك دما ولا تسرق ولا تخون، ولا تأكل مال اليتيم، ولا تشرب الخمرة، وتوفي بشرائعي، وتحل الحلالي، وتحرم حرامي، وتعطي الحق من نفسك للضعيف والقوي والكبير والصغير. حتى عد عليه شرائع الإسلام فقال: يا رسول الله، يعني مالك بن نويرة الرافضي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أشار الموالاة لعلي صلوات الله وسلامه عليه: تعلمت الإيمان ورب الكعبة. فلما بعد من رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب، يعني رسول الله تحدث خلف مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه. مالك بن نويرة يمشي بعدما غادر من رسول الله وتعلم جميع الشرائع، ماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وتحرم حرامي، وتعطي الحق من نفسك للضعيف والقوي. طبعا هنا أنا عدت حتى تبين. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هو مالك بن نويرة يقول لرسول الله: أعد علي فإني رجل نساء، يعني أنا أنسى، أعد علي هذا الكلام الذي ذكرته. فأعاد عليه، من جملة موالاة علي عليه السلام، فعقدها بيده وقام، يعني مالك بن نويرة رضوان الله تعالى عليه، وقام وهو يجر آزاره وهو يقول: تعلمت الإيمان ورب الكعبة. فلما بعد من رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحب أن ينظر. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما مالك قال له: يا رسول الله أنا نساء ذكرني، أعاد رسول الله عليه جميع الشرائع ومن جملتها موالاة علي عليه السلام بنص الرواية عندما قال: وتوالي وصي هذا من بعدي، وأشار إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن كمل وطلع مالك بن نويرة يمشي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما بعد من رسول الله صلى الله عليه وآله قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وقوله الحق،
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، يعني مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد لعنه الله بأمر من أبي بكر سأبين لكم. فقال أبو بكر وعمر: إلى من تشير يا رسول الله؟ فأطرق إلى الأرض فجدى في السير، يعني أشار إلى مالك بن نويرة. فلحقاه فقالا: لك البشارة من الله ورسوله بالجنة. فقال: أحسن الله، يعني مالك بن نويرة قال إلى أبي بكر وعمر: أحسن الله تعالى بشارتكما إن كنتما ممن يشهد بما شهدت به، يعني إذا تعتقدون بما شهدت به، ومن جملتها ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. فقد علمتما ما علمني النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإن لم تكونا كذلك فلا أحسن الله بشارتكما. اسمع أرجوكم ركزوا، هذه رواية مهمة تبين لك بين الأسطر. فقال أبو بكر: لا تقل، فأنا أبو عائشة زوجة النبي. قال: قلت ذلك، فما حاجتكما؟ قال: إنك من أصحاب الجنة، يعني أنت إذا تقول ذلك إذن أنت شنو حاجتك جاي علي؟ قال: إنك من أصحاب الجنة فاستغفر لنا. فقال: لا غفر الله لكما، تتركان رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الشفاعة وتسألاني أستغفر لكما؟ فرجعا والكآبة لائحة في وجهيهما، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وآله تبسم وقال: أفي الحق مغضبة يا أبا بكر وعمر؟ أنتم غضبانين لأن كلمة الحق أغضبتكم من مالك بن نويرة الرافضي. فلما، هذا موضع الشاهد أخوتي الكرام، ضروري ضروري تركزون بهذه الرواية. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ورجع بنو تميم إلى المدينة ومعهم مالك بن نويرة، فخرج لينظر من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فدخل يوم الجمعة وأبو بكر على المنبر يخطب بالناس، فنظر إليه وقال: أخو تيم؟ قالوا: نعم. قال: فما فعل وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أمرني بموالاته؟ قال: أنا من جيت إلى رسول الله قلت له: يا رسول الله، علمني الإيمان، علمني الصلاة والصوم والحج والزكاة، وأن توالي وصي عليا من بعدي. وأشار إليه، شو اليوم بعد وفاة النبي واستشهاده أرى شخصا آخر يعتري المنبر، ما الذي جرى؟ يقول: فما فعل وصي رسول الله؟ لعد وين وصي رسول الله صلى الله عليه وآله يا مجرمين الذي أمرني بموالاته؟ قالوا: يا أعرابي، الأمر يحدث بعده الأمر. قال: بالله ما حدث شيء، وإنكم قد خنتم الله ورسوله. ثم تقدم إلى أبي بكر، اسمعوا، وقال: من أرقاك هذا المنبر ووصي رسول الله صلى الله عليه وآله جالس؟ اتش صعدك على المنبر وعلي عليه السلام جالس؟ فقال أبو بكر: اخرجوا الأعرابي البوال على عقبيه من مسجد رسول الله على مالك بن نويرة. فقام إليه قنفذ ابن عمير وخالد بن الوليد الذي قتله، فلم يزلا يلكزان عنقه حتى أخرجاه، فركب راحلته وأنشأ يقول، من هو مالك بن نويرة: أطعنن رسول الله ما كان بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر، إلى آخره من الأبيات، لا أريد أن أكمل. فلو قام فينا من قريش عصابة أقمنا، الرواية تقول ولكن القيام على جمر، إلى أن يقول. قال: فلما استتم الأمر لأبي بكر، شوفوا، فلما استتم الأمر لأبي بكر في، فحين أتاه خالد ركب جواده وكان فارسا يعد بألف، فخاف خالد منه فأمنه وأعطاه المواثيق، ثم غدر به بعد أن ألقى سلاحه فقتله. انظروا، فلما استتم الأمر لأبي بكر فيه،
يعني في مالك بن يعني في الخلافة. فحين أتاه خالد ركب جواده وكان فارسا يعد، يعني مالك بن نويرة رافضي شجاع، فأمنه، فخاف خالد من مالك بن نويرة، يعني هذه حادثة المعركة، أمنه خالد وأعطاه المواثيق. والرواية في المصنف تؤكد هذا المعنى عندما يرويه مصادر النواصب، قال نحن عباد الله، قالوا نحن أيضا عباد الله، فبقوا للصبح، وهذا يعني هدنة، وهذا يؤكد تلكم المواثيق. ومن ثم الرواية تقول الصبح غدر بهم خالد لعنه الله. يقول ثم غدر به بعد أن ألقى سلاحه، يعني مالك بن نويرة، فقتله وأعرس بامرأته في ليلته، وجعل رأسه في قدر فيها لحم جزور لوليمة عرسه، وبات ينزو عليها نزو الحمار. والحديث طويل أخوتي الكرام. إذن أخوتي الكلام الصحيح أنه عندما، وهنا يؤكده أيضا في ذكرت لكم المصادر الأخوة. إذن أخوتي الكرام أن مالك بن نويرة هو قتل لأنه رفض بيعة أبي بكر وعمر، فحقد عليه أبي بكر. وهذا الكلام، شوفوا نصا، حقد أبي بكر على مالك بن نويرة، والنص الذي أمره بقتل، غمر خالد بقتل مالك بن نويرة، سأذكره في موضوع آخر لأنني سأحتاج إليه إن شاء الله عز وجل. وهذا ما ذكرته كان كافيا، أن مالك بن نويرة قتل لأنه كان رافضيا بالمعنى الأخص، وقد رفض بيعة أبي بكر، ورأى أن الخلافة في علي صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان يعترض على هذه الرواية ليرجع إلى الروايات الناصبية الأخرى التي ذكرتها. وكان خالد قد قتله بعد أن أمنه ونزى على امرأته وزنى بها. وحتى أقوى تعليل للإيجي الناصبي أنه كانت مطلقة وخلصان العدة. ومن هذا الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع أخوتي الكرام، فكان مالك بن النوير رافضيا، رافضا لبيعة أبي بكر وعمر. نعم رفض إعطاء الزكاة لأبي بكر، لا لأنه لا يعتقد بالزكاة، بل لأنه كان لا يرى خلافة في الشرعية في أبي بكر. لذلك الرواية تقول أنه اعترض وقال أنت ماذا تفعل على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله والوصي الحقيقي جالس؟ فكان معترضا. فإن عدم إعطائه للزكاة أنه لا لأجل عدم إيمانه، بل كان لعدم إيمانه بإمامة أبي بكر. أخوتي الكرام، أحببت أن أنقل لكم هذه الرواية وأجعل لها هذا العنوان، بأن ما قام به خالد بن الوليد هو ما فعله داعش في الموصل وفي العراق 100%، القتل وطبخ رأسه في قدر ونزع على زوجته في نفس الليلة باسم الإسلام. واليوم النواصب يدافعون عن خالد لعنه الله. أخوتي الكرام، إذن الدواعش يقتلون الرافضي مالك بن نويرة لكشفه عن السر الحقيقي وراء منع الزكاة لأبي بكر. فرحم الله الرافضي مالك بن نويرة، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الحق وينصر هذا الخط الرافضي الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.